اليوم العالمي للتوحد. العالم يحتفل في 2 أبريل من كل عام باليوم العالمي للتوحد الذي أقرته الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نهاية 2007 للتعريف بهذا المرض والاكتشاف المبكر للأطفال المصابين بالتوحد والتوعية من هذا المرض. سعداء اليوم أيضا أن تكون في هذه المساحة يعني خاصة بهذا التوحد وهذا المرض. نعم، منظمة أيدي لا تمل التوحد واضطرابات النمو هي ضمن هذه الاحتفالات. نحن سعداء جدا أن يكون معنا الأستاذة نادى السيد إبراهيم مسؤول مكتب التدريب بهذه المنظمة. أهلا بك، صباح الخير. ومع التعريف مباشرة يعني لماذا الاهتمام؟ ده سؤال شخصي طبعا ما عنده علاقة بالحوار. لماذا الاهتمام يعني بهذا الموضوع تحديدا، يعني من وين نبع؟ طيب، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. صباحكم الله بالخير. ومنظمة أيدي لا تمل للتوحد واضطرابات النمو هي أصلا كل عضويتها من أمهات أطفال التوحد. يعني أنا عندي طفل مصاب بالتوحد، فمن هنا جاء الاهتمام بالموضوع. كل العضوية، كل اللجنة التأسيسية كانوا أمهات لأطفال توحد، كانوا بيبحثوا عن نواقص معينة في مجال التدريب. الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بالتوحد المنظمة درجت على إنها تحتفل به كل سنة لنشر المزيد من الوعي عن احتياجات هؤلاء الأطفال والخدمات اللي بنبحث عنها وحابين إنها تتوفر لهم في بلدهم يعني. نعم. نشاهد تقرير لمنظمة أيدي لا تمل للتوحد واضطرابات النمو، ومن ثم نواصل هذا الحديث. مرحبا بكم كل مشاهدينا في كل مكان، ونحن اليوم من داخل مركز منظمة أيدي لا تمل للتوحد واضطرابات النمو، عايزين نتعرف أكثر عن التوحد، وعايزين نتكلم أيضا عن اليوم العالمي للتوحد 2 أبريل، خليكم معنا. لما عرفتي إنه هو ده التوحد، عملت شنو؟ طبعا لفت به المراكز والدكاتره والسايكولوجيست وكميه من الحاجات، واحنا طبعا ما عارفين احنا نمشي على وين، لغايه ما مرينا بعده يعني مراحل، لغايه ما في النهايه اهتدينا لمنظمه أيدي لا تمل، وهي يعني اللي ورتنا الطريقه الصحيحه اللي نقدر نشتغل فيه مع اولادنا وانه نمشي لقدام. التكامل الحسي هو عبارة عن شنو؟ هو عبارة عن استقبالنا للمسيرات الخارجية عبر الوسائل، عبر الحواس المختلفة، وإرسالها للدماغ بواسطة الموصلات العصبية، حتى إنه الدماغ حتى يعني يتسنى له وإعطاؤنا لها استجابات ملائمة. كنا معاكم اليوم من داخل مركز منظمة أيدي لا تمل للتوحد واضطرابات النمو، شاكرين جدا متابعتكم، دمتم في أمان الله. شكرا جزيلا لزميلتنا علا محمد محجوب، وسعداء ان نراها اليوم في صباح الشروق، وسعداء ايضا بهذه الاطلاله. تحيه لك علا، ومزيد ايضا من الاطلالات ان شاء الله القادمه. صح. تابعنا من خلال هذا التقرير احتفالات منظمه ايدي لا تمل للتوحد واضطرابات النمو ب 2 ابريل، اليوم العالمي للتوعيه بالتوحد. يعني هل هو يعتبر حاله مرضيه ام اضطرابات سلوكيه؟ خلينا هو اضطراب نمائي عصبي. الطفل هو شكلا طبيعي يعني، او بتشوفه ما في مشكله ظاهريه يعني في التركيب بتاعه او التكوين بتاعه، هم بس بيستقبلوا المثيرات والمؤثرات البيئيه اللي حواليهم بطريقه مختلفه. فممكن حساسيتهم للصوت تكون مختلفه عننا، بيسمعوا الصوت، بعضهم بيسمع الصوت يعني اضعاف الصوت اللي احنا بنسمعه، زي لما تشغل الساوند في اعلى صوت بتلقى نفسك لا شعوريا قفلت اذنك. هم بالنسبه لهم بيكونوا تحت الضغط ده دائما. تمام، ده جزء منهم. جزء منهم ثاني بالعكس بيحب يسمع الاصوات العاليه. ليه؟ لانه احساسه بالصوت ضعيف. تمام، بعض الاطفال بتلقى الحاسه عندهم ميكس، يعني فيها بعض النغمات او الموجات بتكون مريحه بالنسبه له وبعضها مزعجه.
تمام؟ ده بالنسبة لكل الحواس في جسمه. أستاذة ندى، سواء لمس أو حتى نظر أو كده، هم عندهم إحساس مختلف عنه، زائد زائد أو ناقص أو ميكس من الاثنين. طيب جميل، باعتبارك أم لطفل توحدي، أهم العلامات اللي يعني ظهرت في طفلك وعرفتي أنه هو مصاب بالتوحد أو أدتك إشارات؟ طيب، هي عموما الإشارات اللي بتدل على أنه الطفل عنده توحد ممكن يكون عدم التواصل البصري، واحدة من السمات الأساسية. الطفل بيكون منعزل، يعني ما بيلعب مع الأطفال اللي حواليه، وما كده بيحب يلعب براو، بيلعب بطريقة مختلفة، اهتمامه بالألعاب ذاتها مختلفة، تلقى بركز على جزء بسيط من اللعبة وبركز على الكل، غياب اللعب التخيلي، يعني ما ممكن يشيل له غتاية حل أو بتاع يتخيل إنه دريكسون عربية، ما ممكن. يعني هم عندهم مشكلة في التخيل، عندهم مشكلة في العلاقات الاجتماعية، عندهم مشكلة في التواصل ومهارات التواصل. من الاسم توحد يكون حابب يكون لوحده، حابب يكون منعزل، منزوي، حابب يكون منزوي. زي ما قلنا في مؤثرات حواليه كثيرة بيئية هو ما قادر يدخلها، بالنسبة له حاجات مزعجة وما قادر يتفاعل معها بالصورة المطلوبة. نعم. طيب أستاذ نادى السيد، يعني منظمة أيدي لا تمل، وبصورة عامة الجميل في الموضوع إنه الأمهات بتعاملوا مع هذا الموضوع بهذا الوعي، بهذه الدرجة الكبيرة جدا من الوعي، وهذه الدرجة الكبيرة جدا من المسؤولية. منظمة أيدي لا تمل منظمة توعية قامت كما ذكرنا بجهود أمهات أطفال التوحد. دايرين نتكلم أكثر ونعرف أكثر، والناس اللي بتابعونا الآن عبر صباح الشروق أعرفوا أكثر عن المنظمة. المنظمة دي أسست 200، العضوية بتاعتها بتتم كيف، هذه العضوية الناس اللي عاوزين يجوا يكونوا أعضاء، شنو الخدمات اللي بتقدم المنظمة دي أساسا، الفكرة جات من وين، والسبب الأساسي في تأسيس المنظمة دي، وشنو الأهداف الآن اللي بتنفذها أيضا المنظمة. طيب بالنسبة للمنظمة، هي تأسست في مارس 2015، لكن يمكن الشغل بدأ قبلها بكم شهر. مجموعة أمهات جمعوا مراكز مختلفة، عملوا جروب بتاع واتساب بتبادلوا فيه الخبرات بتاعت أطفالهم، يعني أنا دربت طفلي بكده اللي عنده قصور في المهارة الفلانية كده. في واحدة بدأت من جروب واتساب، يعني بدأت بجروب بتاع واتساب بأمهات أطفال مصابين، أمهات أطفال عندهم هنا بتبادلوا في الخبرات تحت التدريب بين أطفالهم يعني. نعم. واحدة من الأمهات كانت مقيمة في مصر في الإسكندرية، وكانت لها كم سنة هناك، يعني في قريب 3-4 سنوات، وعملت جولة على كمية من المراكز واستقرت في مركز كان بيقدم التدريب لطفلها. لما كان بتنقل لهم التدريب هنا كان بيشعروا انه في حاجة مختلفة، ما زي التدريب اللي احنا هنا بنلقاه في المراكز، في حاجة مفقودة، غير انهم هناك مثلا هم بيشترطوا عليهم انه الام لازم تحضر الجلسات، هنا ما كان في حاجة زي دي. يعني بالكثير المراكز اللي بتسمح بتناديك في اخر 10 دقائق من الجلسة انه ادينا الطفل كده وكده وكده في الجلسة. تمام. ده نظام الجلسات الفردية. طبعا في نظامين، نظام جلسات فردية ورعاية نهارية، فنحن بنتكلم عن نظام الجلسات الفردية، الشغل فيه مختلف تماما. بدأت تنقل لهم الخبرات اللي اكتسبتها هناك، هي طبيبة ودخلت كمية من الدورات التدريبية مع الأخصائي النفسي أستاذ علاء محمد شحاتة، واسمه يعني شعرنا أنه الأول الأمهات الأوائل شعروا أنه في اختلاف في الموضوع، فطلبوا منا ان ليه ما تدعيه في زياره للسودان ويقدم دوره للامهات والاخصائيين ونشوف احنا ناقصنا شنو والناس تمشي بخطوه صحيحه. يعني فعلا تمت استضافته عن طريق جهه تبنت الزياره بتاعته، وجا السودان وعمل اول دوره تدريبيه في واحد من البرامج العالميه اللي بتتبع في تدريب الاطفال، برنامج اللوفس. واثناء يعني المحاضرات وكده بتلقى الامهات بيبكوا. ليه؟ لانه شعروا انه يعني واقع اطفالهم حاجه والمطلوب لهم حاجه كثيره شديد ما متوفره، في قصور شويه، يعني كانوا هم ما مدركين لبعض الاشياء. بالضبط، حاجات كثيره كانت مفقوده يعني. فطوالي قام حصل تعاون بين المنظمه واستاذ علاء محمد شحاته في انه عايزين تعاون مستمر، وعايزين انه يعني بدل كل الاسر تفكر في الهجره عشان طفله مصاب بحاجه زي دي عشان تلقى التدريبات اللازمه في مكان ثاني في دوله ثانيه، ليه ما يجينا هو هنا ونجيب خبرات هنا تدرب لنا الكوادر السودانيه ويؤدوا بنفس الطريقه او احتمال افضل لو هم لقوا التدريب المطلوب. يعني لذلك ولجت المنظمه على ان يكون التدريب احد اهم العناصر المهمه يعني دي من في عمل اهم النشاطات اللي بتقوم بها المنظمه، اللي هو التدريب بيستهدف الاطفال نفسهم بالطرق الصحيحه تحت التدريب، وزي ما قلنا الطرق العلميه المستخدمة عالميا في التدريب بتاع الأطفال. تدريبية في السنة أو في الدورات التدريبية، والله ما عندها حاجة ثابتة، يعني مرات بيكون في زائرين برضو بنغتنم الفرصة إنه نستضيفهم في ورش في المنظمة على أساس إنه ينقلوا خبراتهم للأسر والأخصائيين. الأمهات من الحاجات الأساسية، الأهداف الأساسية للمنظمة كان نشر الوعي بالتوحد والطرق العلمية المطلوبة له، وفي نفس الوقت
توفير الخدمات اللازمة للأطفال، توفير التوعية اللازمة للأسر والأخصائيين، الاكتشاف المبكر حتى للمرض، يعني الاكتشاف المبكر للمرض لأنه المهم. أنت سألتني عن طفلين، طفلين يعتبر اكتشاف متأخر يعني قريب الست سنين. أيوة. فاللي هو ده لاحظ انه احنا يمكن عمر مبكر جدا كنا بنطرق باب الاخصائي الاطفال. نعم. لكن برضه هو كتوعيه حتى على المجال الطبي، في فكره معينه عن التوحد اللي هو صوره السيفير بتاعته. نعم. لكن طبعا هو طيف واسع، فيه اشكال متعدده جدا، كل طفل السمات ممكن تكون 16 سمه، لكن حتى لو توحد خفيف طفلين بتلقي انه في اختلاف كبير بينهم في السمات. اخر الدراسات استاذه نزهه يعني من قراءاتي تشير لانه من بين 160 طفل في طفل مصاب بطيف التوحد. حاليا ما 160، حاليا أكثر؟ احدث واحده في 2018 طفل في كله 59 طفل. 59 فقط؟ انا بالامس قرات انه لما بدينا كان واحد كله 68 طفل، حاليا النسبه زادت لواحد ل 59 طفل. طيب شنو ابرز السمات اللي احنا ما ذكرناها اللي ممكن تكون؟ طبعا عندهم الحركات النمطيه اللي هو ممكن الطفل يرفرف، ممكن يدور حول نفسه، ممكن يجري ويتحرك في خطوط مستقيمه بدون هدف. عندهم قصور لغوي، يعني يا اما ما بيتكلم خالص يا اما بيقول كلام ما موظف او كلام بسيط يعني. مشكله في التواصل زي ما قلنا، التواصل البصري، ما بعين لك فتره طويله في عينك. زي ما قلت لك ممكن احيانا تشك انه الطفل ده ما بيسمع، لو ناديته باسمه ما بيجيك. ليه؟ لانه ممكن يكون في اللحظه هو مركز معاك، هو في الحاجه اللي بيفكر فيها، لكن لو مثلا مشغل تلفزيون بيحبوا الاغاني جدا، لو سمع صوت نغمه من بعيد ممكن يجي جاري ليه عشان يسمعها، لكن لو انت ناديته حتى من قريب باسم ممكن ما يتلفت له. فانت بتشك انه هو عنده مشكله السمع. المفروض الامهات لو مما يلاحظوا الحاجات دي مبدئيا يعملوا شنو؟ اول يعني حاجه يمشوا لاخصائي اطفال. اخصائي اطفال في اخصائيين متخصصين اطفال وفي عندهم خبره في مجال الاحتياجات الخاصه، اخصائي مخ واعصاب يستبعدوا اي مشاكل عضويه. محتاجين طبعا تخصصات كثيره هنا في السودان للاسف غايبه، اخصائي الجهاز الهضمي، ممكن كان في اخصائيه او يعني عددهم محدود جدا ما بغطوا لنا الحوجه بتاعت الاطفال. فانت بتستبعد انه ما في حاجات مصاحبه للاضطراب. صحيح. تمام، عشان انت متى ما اخذت العلاجات المطلوبه بتحسن كثير من استجابه الطفل للتدريب. نعم. استاذه ندى السيد ابراهيم، مزور مكتب التدريب بمنظمه ايدي لا تمل، لو حدثتينا عن الخدمات اللي بتقدمها المنظمه للامهات في الجانب ده غير التوعيه وغير التدريب، يعني على شيء عملي. الشيء العملي انه احنا عندنا شرط اساسي انه الامهات تحضر الجلسات. اول شيء نظام التدريب في المنظمه، نظام الجلسات الفرديه. كان في تخصصيه في الشغل بتاع المركز ذاته، المركز واحد من الاهداف الاساسيه للمنظمه عشان نعمل شغل التدخل المبكر. المركز هسه حاليا في ثلاثه اقسام في المركز، قسم تنميه المهارات، قسم التخاطب، وقسم التكامل الحسي. التكامل الحسي يمكن احنا المنظمه اسست اول غرفه تكامل حسي متكامله وفيها شغل متخصص في معالجه المشاكل الحسيه للاطفال. قسم التخاطب معني المشاكل العصور اللغوي والمشاكل بتاعت التواصل اللغوي، فبيشتغلوا مع الاطفال اللي عنده مشكله في التعرف على المخارج بتاعت الحروف اللي عنده. هنا عندنا اسلوب الضغط ده دخلناه كان في المنظمه، والحمد لله في استجابه كبيره للاطفال وبدوا ينطقوا وبدوا يتكلموا، يعني الاطفال اللي هنا اللي عندهم قصور في اللغه ذاتها طبعا بيتم التعامل بطريقه محدده. تنميه المهارات طبعا ده المجال الاساسي لكل الاطفال، ولازم الطفل يكون واصل ليفل معين في كل المهارات النمائيه بتاعته حتى احنا نقول مثلا جاهز للتخاطب او ممكن يقدر يمشي في باقي المجالات بتاعت التدريب. المهارات بتشمل الادراك، الجانب المعرفي، الجانب اللغه التعبيريه، الحركي، رعايه الذات، يعني فيه جوانب كثيره. فالتخصصيه في الشغل مهمه جدا، البرامج الفرديه للطفل لان انت بتركز على نقاط الضعف اللي عنده. يعني لما يتعمل تقييم شامل للطفل تتحدد نقاط الضعف اللي بيعاني منها في كل مجال من المجالات النمائيه دي، تتخطى خطه مفصله لكل جانب من القصور حاصل عنده، وبيتم الشغل والعمل عليها خلال الجلسات بالتدريج. انت بتبني مهاره وفي مهاره ثانيه بتتبني عليها. فلما يكون ما في شغل يعني مؤسس للطفل بتلقى انه في مهارات واقعه وفي مهارات ثانيه اعلى انت لما تجي تعملها لانه الاساس ما في هي ما بتكون فيه. عشان كده ممكن معظم الاطفال يقول لك احنا يعني اتدربنا في مراكز ثانيه لكن للاسف التقدم بتاع الطفل ضعيف. ليه؟ لانه لو ماشي يعني خطه صحيحه وبطريق علمي صحيح نزم. الطفل بتبني بالتدريج، بترفع الادراك، ترفع الجانب المعرفي، ترفع كده، بمجرد ما الادراك يترفع ويعني قللت الجاب بينه وبين اقرانه بتلقى انه بعد ذاك اكتساب المهارات ذاتها بدا يتحسن بالنسبه للاطفال. نعم.
من يدرب الآن في أيدي لا تمر، يعني من يقوم بالتدريب للأطفال؟ ده جانب طبعا مهم جدا، بهم الأمهات طبعاً. بالحديث طبعاً. عن الخبرة والدراية الكافية. ده بيقودني لتفاعل الأمهات، بيقودني أيضا لسؤال بسرعة عن الميزانية. هل هذه الجلسات يعني كم تكلف من الميزانية بصورة عامة، والميزانية بصورة عامة اللي تقوم بها المنظمة؟ يعني المنظمة بهذا العمل بهذا الكم، أنا أستجلب مدربين وخبراء من الخارج، أحتاج لصرف، يعني صرف قد يكون برقم كبير جدا طبعاً. فكيف بتكون ميزانية المنظمة، الدعم، سبل الدعم المالي لكل هذه المشروعات الكبيرة؟ طيب معلش، في سؤال شقين. الشق الاول التدريب، بالنسبه للتدريب عندنا زي ما قلنا بدينا نتعاون مع مركز التدخل المبكر، وجاب لنا اخصائيات مصريات من هناك. نعم. ودربوا الكميه من الكوادر السودانيه. حاليا عندنا يمكن في مجال المهارات والتكامل والتخاطب عندنا ممكن نقول 5 اخصائيين مصريين. بالنسبه للجانب بتاع جانب الكوادر السودانيه عندنا 33 اخصائي سوداني تم تدريبه. نعم. وهم شغالين مع الاطفال حاليا، بدينا بمركز الطائف وحاليا عندنا فرع في كافوري. ده لتسهيل المواصلات للأسر. بالنسبة للأسر نفسها بتحضر الجلسات، بتطبق مع الطفل في البيت مطلوب منها. معظم الأطفال عندنا يعني الأدفايس إن هم يدمجوا في رياض عادية أو مدارس عادية، إذا هم وصلوا ليفل من التدريب بأهلهم للحاجة دي. ولازم يكون معاهم أخصائي ظل أو أستاذ مساعد، ده هو بساعد الطفل في أنه يشتغل معه حسب مهاراته. طب نحن عندنا ثقافة دي في رياض الأطفال، يعني إدماج أطفال التوحد يكون في أخصائي خاص بهؤلاء الأطفال للتعامل معهم؟ هنا للأسف يعني كل الحاجات ممكن تكون مربوطة بالأسرة. الأسرة هي اللي بتوفر بتدفع الرسوم بتاعت الجلسات. المركز قائم على رسوم الأسر. لا، حتى في الرياض كثقافة أنه أنت طفلك إذا سمح له أنه يدمج في هو طبعا عشان يسمح له ذاته، دي كانت محتاجة وقفة لأنه كان بيرفضه. صحيح، لكن الآن على الأقل طفل حاليا يعني. بقى في بعض النماذج بتقبل الأطفال. وأخصائي الظل في العادة في الروضة مثلا أو المدرسة بيكون مثلا واحد في الفصل لثلاثة أربعة أطفال. لكن لخصوصية حالة أطفالنا يمكن الطفل بيكون عنده مشكلة في الانتباه والتركيز، مشكلة في كده، فوجوده وسط مجموعة من الأطفال ويكون يعني معظم اليوم قد ما يستفيد من المادة المقدمة في المدرسة. لكن ضرورة الإدماج مهم. الإدماج الاجتماعي مهم شديد. ليه؟ لأنه الطفل طالما وصل مرحلة بتاع التقليد إذا هو جاهز إنه يتعلم. صحيح. ولما يتعلم من أقرانه، الأطفال القريبين له في سنه والموجودين اللي هو في البيئة الطبيعية بتاعته. صحيح. عندكم كم طفل في المنظمة؟ بدينا ب 48 طفل، حاليا يمكن عندنا قريبة 300 طفل واحتياطي بالعشرات. هل في تقدم في الحمد لله فريق مثلاً؟ طبعا لا، هو تخرج يمكن ما في، لأنه زي ما قلنا هم محتاجين تدريب لفترات طويلة، أنت كل مرة بترفعي وبتمشي للمرحلة البعدها. لكن أكيد يعني كونه جزء منهم كبير يكون مثلا أو عدد منهم معقول يعني مدمج في رياض ومدارس وبيدرس وبيتعلم ووصل مرحلة من المهارات الاجتماعية جميلة. في نماذج كثيرة، وزي ما قلنا إحنا الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بالتوحد ده بنحاول من خلاله نحكس أثر التدريب على الأطفال. صحيح. ومع ذلك المواصلة أكيد. نعود للشق الثاني من سؤالي، والميزانية نكمل اللي هو بالنسبة للميزانية. إحنا المركز لما قام باعتبار أنه هو جست الدخل بتاعه يغطي المنصرف، واللي هو ده بيجي من وين الدخل؟ بيجي من الرسوم بتاعت الجلسات. ممكن الطفل لو أخذ جلسات متكاملة المتوسط يكون في حدود 5. في أطفال بيحتاجوا مكثف ممكن يحصل 7. تمام. في أسر بالمركز أكثر من كم، 40 أسرة، ديل ما بين إحفاء كامل لإحفاء جزئي. أسر متعففة. تمام. أسر متعففة كثيرة. يمكن الموجود حاليا 80% منهم ممكن يكونوا متعسرين في الدفع، زي ما عارفين الأوضاع الاقتصادية والضغوطات عليهم كبيرة شديد. أنت بتدفع بالذات الأطفال يمكن المدمجين في مدارس، أنت بتدفع للمركز ولازم ده شغل مستمر، يعني ما ينفع يقيف. بالنسبة لك تدفع للمدرسة، حتدفع للأستاذة بالمساعدة، دي كلها بتتكفل بها الأسرة. يعني التكلفة ممكن تحت الطفل تتجاوز 10,000 أو 12,000. ما في غياب تام للدولة؟ غياب تام للأسف. يعني في الدول الثانية دي مسؤولية الدولة. توفير التدريب، توفير التخصصات اللازمة، المتخصصين بيمشوا للأطفال في البيت هناك. طيب عايزين نقدم مساعدات الآن عبر صباح الشروق، يعني كيف الناس يقدروا يوصلوا لكم، يتبرعوا لكم؟ لو في أرقام عندنا رقم حساب في بنك فيصل الإسلامي 381 فرع العمارات باسم المنظمة. يعني عندنا حساب ثاني في بنك الخرطوم. المحتاجة التفاصيل ممكن تواصل عن طريق التلفونات. أيوة. طيب أرقام أنا مدكم بها 0912618452
بنتمنى كتير يزورونا في المقر بتاع المنظمة عشان يعرفوا أكتر ويجيفوا بنفسهم على الحوجة. وين المقر؟ المقر عندنا المقر الرئيسي في الطائف شارع السواحلي شرق كلية الحكمة، وعندنا المقر الثاني أو الفرع الثاني في كافوري مربع 9 شمال سوبر ماركت الإحسان. نعم. رقم الحساب الآن ظاهر على الشاشة يا حسام. نعم 381 بنك فيصل الإسلامي فرع العمارات، ويمكن التواصل أيضا عبر رقم الهاتف 09 126 18 452. تنتظركم. نعم لكل من يريد المشاركة في هذا العمل الكبير وهذا المجهود اللي قام على أيادي الأمهات. نحن السعداء جدا بك وسعداء جدا بك، ومنياتنا لك ولكل أمهاتنا دائما بالتوفيق في كل ضروب ومناحي الحياة المختلفة. أستاذة ندى السيد إبراهيم مسؤول مكتب التدريب بمنظمة أيدي لا تمل لتوحد اضطرابات النمو، شكرا جزيلا. إن شاء الله لا تمل لكم، وإن شاء الله دائما لا تمل. ورسالة أخيرة إنه في طبعا ده جانب التدخل المبكر، لكن للأسف في أطفال وصلوا سن كبير محتاج تدخلات تانية وخدمات تانية، نتمنى إنها كلها تكون موفرة في بلدهم. يعني إن شاء الله نشهد تطور كبير جدا في هذا الجانب في السودان بصورة عامة بإذن الله.